مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامجكم إحنا معاك. زي ما عودناكم كل حلقة بنتكلم في موضوع مختلف وموضوع شيق، واللي بيبقى الجديد على الساحة واللي الناس كلها بتبقى مهتمة بيه وبتبقى مشغولة بيه. أول حاجة في الفقرات بتاعتنا طبعا الفقرة الأولى فقرة الأخبار، ودي هتكون معانا دلوقتي. بس الأول هنطرح سؤال الحلقة اللي هيظهر على الشاشة واللي هيكون محور الفقرة الثانية من برنامجنا إن شاء الله. والسؤال هو: هل أنت مع أو ضد قرار منع مطربين المهرجانات من العمل ومزاولة المهنة؟ مستني تليفوناتكو ومداخلاتكو في الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. وبسرعة هنطلع للفقرة الأولى وهي أخبارنا. معنا خبر 60 مليون جنيه أعمال حماية لتسعة كيلو متر بجانب نهر النيل بنهاية العام. وخبر تاني من أخبارنا الرياضية اللي هو الزمالك بيفوز على الأهلي في كأس السوبر في أبو ظبي الخميس اللي فات. الزمالك فاز على الأهلي 4-3 بضربات الجزاء الترجيحية، وكانت فرحة كبيرة طبعا للفارس الأبيض إن هو بيتوج على السوبر في الإمارات باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبو ظبي. ألف مبروك للزمالك وهارد لك للأهلي. الماتش كان صعب على الفرقتين بصراحة، بس الزمالك قدر يخطف النصر في ركلات الجزاء. في نفس الوقت طبعا اللي كانت الناس والجماهير مشغولة بالماتش وأجواء الماتش وبيشجعوا الزمالك وبيشجعوا الأهلي وكل فريق بيحتفل، غفلنا أو نسينا أو تناسينا عن حدث وهو الأكبر، أكبر من الماتش وأكبر من الزمالك وأكبر من الأهلي مع احترامي لأي مشاهد ومع احترامي لأي فريق، اللي هو تكريم عالمنا وملاك الرحمة دكتور البروفيسور مجدي يعقوب. أعظم ما أنجبته البشرية وأعظم ما أنجبته مصر. دكتور مجدي يعقوب حبيب الملايين اتكرم في أبو ظبي من الشيخ محمد بن راشد المكتوم في نفس التوقيت اللي كانت الأهلي والزمالك بيلعبوا، وللأسف الشديد ما فيش ولا قناة ولا محطة ولا حتى خبر عن الراجل دوت اللي هو يعني قدوة ومثل عظيم وحاجة احنا بنفتخر بيها. حصل موقف وهو طالع على المسرح بيتكرم وقع، ما خدش باله او المسرح وهو كان طالع عليه وقع، ومحدش من الاعلام بتاعنا اتكلم عليه. الراجل ده جمع 400 مليون جنيه. اعيد الرقم تاني، الراجل ده جمع تبرعات 400 مليون جنيه لعمل أكبر مستشفى لأمراض القلب في الشرق الأوسط. والإعلام بتاعنا ولله الحمد بيتكلم طبعا عن الفشلة من مطربين المهرجانات واللاعيبة المحترمة بتاعتنا اللي طلعت بشكل مشرف بعد انتهاء الماتش الأهلي والزمالك بيشتموا بعض وبيسبوا في بعض. الإعلام بس بيتكلم عن الناس الجميلة دي وناسي الراجل اللي يقول يصنع خيرا كما سيده، الراجل اللي بيسعى لتخفيف آلام قلوب الناس، الناس التعبانة، الناس اللي مش عارفة تتعالج أو مش قادرة تتعالج في المستشفيات. الراجل ده بيلف بيجمع تبرعات وهو في كبره وهو في سنه دوت. الراجل دوت ما بيعملش حاجة غير ان هو يساعد ويطب قلوب الناس التعبانة. الحمد لله ربنا وفقه في المهمة اللي هو كان فيها، ومع الأسف الشديد زي ما قلت ان الراجل ده محدش اتكلم عليه، وانا عارف انا اتكلمت اهو وقلت الخبر ده، وودن من طين وودن من عجين للمحطات التانية وللناس والإذاعات في مصر وبره مصر. في خبر معانا وهو مقدمة للفقرة التانية. بعد قرار منع المدعو حمو بيكا
يعلن عن حفله الجديد في أمريكا ب 89 دولار. ربنا معاك يا حمو. هنطلع فاصل سريع وهنرجع تاني على الفقرة التانية بتاعتنا، وبشأن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي، أنا ما بصنفهمش مطربين بصراحة، يعني أنا آسف مش هقدر أقول مطربين، بمنع مؤديين المهرجانات واللون دوت من العمل ومزاولة المهنة. هل أنت مع أو ضد؟ السؤال هينزل على الشاشة وأرقام تليفوناتنا، ومستني مداخلاتكم. فاصل وراجع لكم، منتظركم. مساء الخير من جديد، واهلا بيكو في الفقرة التانية من برنامجنا احنا معاك. يوم الاحد الماضي اصدر نقيب العام للمهن الموسيقية الفنان الكبير هاني شاكر قرار بمنع تراخيص او بمنع التصاريح اللي اداها من قبل سابق لمطربين او مغنيين او مؤديين المهرجانات، بإيقاف الموافقات اللي حصلوا عليها من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية، ووقف غنائهم في أي منشأة سياحية أو ملاهي ليلية وما إلى ذلك. جاء القرار دوت في أعقاب حفلة عيد الحب اللي كانت مقامة في استاد القاهرة الدولي. كان في 2 من مغنين المهرجانات، واحد يدعى حسن شاكوش، أنا آسف على الأسماء اللي هتسمعوها في الحلقة دي، واحد اسمه حسن شاكوش وواحد اسمه عمر كمال، بيغنوا أغنية اسمها بنت الجيران. ففي كوبليه أو جملة غير متفق عليها، والأستاذ هاني شاكر اتفق معاهم قبل الحفلة إن الجملة دي تتعدل. أنا مش هقدر أقولها بس أكيد الناس سمعاها. الجملة دي اتفقوا إن هم يعدلوها وهي ما تعدلتش، واتقالت في الحفلة لفظا ونصا بالمعنى الفاحش والمعنى المحرض على الفسق والفجور. طيب ده أثار جدل كبير، والناس طبعا في السوشيال ميديا، أنا مش هقول كل الناس، هقول الشريحة اللي هي بتسمعهم، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين محايد، لا دي ناس بتاكل عيش، لا دي ناس بتشتغل، لا دي ناس ناس بتسمعها، وده لون وده مزيكا، والكلام اللي احنا بنسمعه وبنتداوله على السوشيال ميديا. ومعايا مداخلة تليفونية من الملحن والموزع عزيز الشافعي، والمطرب في نفس الوقت عزيز الشافعي، عضو نقابة المهن الموسيقية. أستاذ عزيز، مساء الخير يا أستاذ عزيز. اهلا وسهلا بيك يا فندم، منورنا في برنامج احنا معاك. اهلا بيك. سؤالنا يا استاذ عزيز، هل موافق على قرار النقابه بمنع مطرب المهرجانات من مزاوله العمل الموسيقي؟ هل انت مع او ضد يا استاذ عزيز؟ هو مع او ضد دي يعني جينيريك قوي، انا مع حاجه وضد حاجه، عشان بس برضو بقول رايي بصراحه. اسمع وجهه نظر حضرتك يا فندم. شكل في فرق بين الشكل الموسيقي اللي هو المزيكي في المهرجانات كمزيكا، وبين المحتوى الغنائي اللي هو الكلام اللي بيتقال في الاغاني. الشكل الموسيقي للمهرجانات اللي هو شكل المقسوم العادي اللي هو طالما المزيكا المصريه، يمكن بمقاييس مختلفه شويه فنيا يعني، لكن هو في الاخر مقسوم عادي زي اللي بتعمل في الاغاني. ده ما ينفعش يتمنع لان ده بتاعنا، تمام، ده المقسوم بتاعنا مش بتاع الجيل ده، بتاع مصر يعني. يعني بنت الجيران تمثل المقسوم يا استاذ عزيز؟ نعم، بنت الجيران تمثل المقسوم بمصافتك ان انت راجل بنت موسيقي؟ بنت الجيران مقسوم، يعني بنت الجيران تحديدا مقسوم، كل اغاني المهرجانات كلها عموما مقسوم. تمام. مقسوم ده اللي هو بنسميه واحده ونص، اللي احنا بنعمله من ايام سيد درويش مش من ايام المهرجانات.
فشكل المهرجان كمزيكا مفيش حد يمنعه، ده مش هينفع يتمنع، ده بتاعنا. تمام. كمان الغنى بتاع المهرجانات مش هينفع يتمنع الا الكلام اللي فيه الفاظ يعاقب عليها القانون، مش المهن الموسيقيه ولا المصنفات الفنيه، القانون المصري. في اغاني الكلام بتاعها يحبس اللي بيقوله. ده اللي انا بتكلم فيه حضرتك، ان الكلام بتاع ده ما بنت ينفعش الجيران، يتسمح. كلام بتاع لا مش بنت بنت الجيران، الجيران، لا مش بنت الجيران. وفي افظع من بنت الجيران، في افظع. بنت الجيران ما فيهاش اي حاجه في الاطار اللي بكلمك فيه. بنت الجيران اغنيه عاديه خالص، لو كان قصدك على كلمه يعني خمور وحشيش مثلا يعني، فهي اتقالت في اغاني كتيره من ايام سيد درويش وعبد الوهاب لغايه دلوقتي، فهي مش هي دي المأساه. المأساه في اغاني تانيه أكيد تحت برضو الامبريلا بتاعت المهرجانات، فيها كلام مش منافي للآداب العامة، كلام يعاقب عليه القانون. زي هو ده أغاني حمو بيكا كلها. زي نص أغاني حمو بيكا لو احنا هنحدد أسامي يعني. لكن في مطربين بيغنوا شكل المهرجانات، هم مطربين شعبيين عاديين طالعين من البيئة المصرية الجميلة. وده شكل موسيقي جديد ما ينفعش يتمنع ولا يتحط عليه أي رقابة من أي نوع. لكن أنا بتكلم في الجرائم، جرائم الكلام، سواء بقى كانت الأغنية مهرجان أو كانت الأغنية سلو أو كانت روك أو أي حاجة، دي ما ينفعش يتسكت عليها برضه. يعني اللون اللي هو بيتقدم دوت، سواء حمو بيكا ولا شاكوش ولا الاسماء اللي نزلت من ضمن قرار الاستاذ هاني شاكر، نسيبها كده تقول كلام يعني المقسوم ماشي مش هيتمنع. لا احنا نحط على القايمة دي كل الناس، مش الناس دول بس، أي حد يعمل غنوة والغنوة دي تبقى جريمة. بس هو الفرق بين السيستم بتاع المهرجانات واللي احنا بنقدمه كملحنين ومؤلفين فرق تمام صغير قوي. تمام احنا بنروح نقدم النص بتاعنا للمصنفات الفنيه رقابه، ده بيتوافق عليه. والرقابه بتوافق عليه او بتغير فيه. انا مبدئيا برضو ضد الرقابه بكافه صورها، لكن ده السيستم واحنا يعني بنشتغل من خلاله. بساعات بيرفضوا حاجه ونروح نتكلم معاهم ونشرح لهم فيبداوا يغيروا وجهه نظرهم، وده يعني كله في حدود الحريه، الحريات المقيده اللي هي موجود حريه بس مش حريه عامه، تمام؟ واحنا تمام خلاص ده السيستم موافقين عليه. الاغاني المهرجانات لا، ما بيروحش يقدم حاجه، هو بينزل على اليوتيوب على طول، فدي الخطوره. هو بيقول اللي هو عايزه. نقننها ازاي طب دي يا استاذ عزيز؟ ان هو دلوقتي ما بيلجأش هقول للنقابة. لحضرتك حاجه، المهرجانات اللي احنا بنتكلم عنها تحديدا، اللي انا بتكلم عنها انها فيها جرائم يعني، هي معدوده معروفه، مش كل اغاني المهرجانات فيها الكلام ده. اليوتيوب كيوتيوب مش مسموح ان حضرتك ترفع عليه فيديو شائن او فيديو مزيد يعني غير ملائم ان الاطفال يشوفوه او ان المراهقين حتى يشوفوه، اللي هو بنقول عليه بلس 18 يعني. مش مسموح انك ترفع عليه فيديو كده، لو رفعت على فيديو على كده بيتشال. في اغاني تحت ده، تحت نفس الخطوره دي، في اغاني ما ينفعش تبقى موجوده كده بابليك، لازم تتشال من اليوتيوب. الاغاني دي لازم انت بقى تخاطب اليوتيوب فعلا وتتكلم معاه وتشرح له بعض المعاني بتاعت الكلمات اللي هي فعلا جرائم يعاقب عليها القانون، زي ما هو بيشيل في العالم كله. انا مش بتكلم على الميدل ايست، في اي حته اليوتيوب ما بيسمحش انك ترفع مقطع لفيلم يعني مش عايز اوصفه، غير اللي هو لائق، الافلام فيلم غير اللي لائق حضرتك أو عارفها. يحوي محتوى غير ما لائق. ينفعش، ما ينفعش، مش مسموح انك ترفع ده. تمام. ومش ولو عملت سيرش على اليوتيوب في اي حته في العالم مش هتعرف تطلع مقطع زي ده. تمام. لكن انت بتطلع الاغاني دي وبتلاقيها بكلامها البذيء اللي هو منافي للدين والقيم والتقاليد، طبعا. وموجود ما ينفعش يبقى موجود، لازم يتشاف. هو ما عند... لو انت شفته من اليوتيوب خلاص ما حدش هيسمعه، لان هو ما عندوش قناه تانية يذيع فيها. للأسف الناس دي هي جايبة فيوراتها وجايبة لايكاتها يا أستاذ عزيز من اليوتيوب، يعني هما لما يجيب بيجوا زي ما هو عايز ويغني زي ما هو عايز، آه بس ما يغنيش حاجه انا بنتي تسمعها تأذي طفولتها، ما ينفعش. أو تاخدش حقيقها. بالظبط. او ده انت، لا اللي انا بقول عليه ده لو الناس سمعوه تمام ده ياخدش حياة الكبار مش الصغيرين. تمام يا أستاذ عزيز، ده رأيي يعني. أنا متشكر جدا لحضرتك على مداخلتك الجميلة، شكرا شكرا. ونتمنى كده ان هم يسمعونا بتوع اليوتيوب يعني. شكرا استاذ عزيز الشافعي الملحن والموزع الجميل، ومعانا مداخلة تليفونية تانية من الموسيقار الجميل هاني شنودة. استاذ هاني، يبدو ان الاتصال اتقطع من الكنترول، ونرجع نتواصل تاني مع الموسيقار هاني شنود. تكملة لكلام
استاذ عزيز الشافعي اللي كلام محترم وكلام جميل، وان هو بيتكلم على اليوتيوب. تمام، احنا دلوقتي اليوتيوب النقابة تنسق معاها او تتكلم معاها، او يبقى في فاصل ما بين ان انا اوصل المحتوى ده ارفعه على اليوتيوب من غير ما ارجع للنقابة. لا، الكلام دوت لازم يقنن، ولازم ان برضو قبل ما ارفع حاجة على اليوتيوب ارجع للنقابة، والا النقابة يبقى ليها الحق في حذفه او رفضه او عدم اعتماده. يبقى في حبة نظام، ده رأي. في رأي تاني بيقول ان دي اغاني مش هادفة وبتسبب تلوث سمعي وبتهبط بالذوق العام وبتأثر على الفن الشرقي بتاعنا اللي احنا متربيين عليه، وان ده جه زود. رجع الاتصال تاني بالاستاذ هاني شنودة. استاذ هاني مساء الخير. الو استاذ هاني مساء الخير. ايوه اهلا، مساء النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا. ايه رأي حضرتك يا استاذ هاني في موضوع منع مطربين المهرجانات من العمل الموسيقي او مزاولة المهن الموسيقية؟ هل حضرتك مع او ضد؟ واسمع تعقيب حضرتك. قبل مع او ضد، مين اللي هيحط مواصفات دي اغنية مهرجانات ولا مش؟ مين اللي هيحط المواصفات دي؟ تمام. لا مش تمام، ده واحد. استأذن حضرتك يا استاذ هاني، بس تعلي صوت حضرتك شوية. انا معلي وما عنديش اكتر من كده. تمام بقى. تمام يا استاذ هاني، اتفضل يا فندم. الاول المواصفات، وانا شايف ان محدش حط مواصفات. ده دلوقتي النقابة فتحت فرع لاغاني الراب. الراب، الراب والمهرجانات قريبين قوي من بعض، مين اللي هيحط الخط الفاصل بين ده وبين ده؟ والا يلغوا الراب بقى بالمره. تمام، حلو. هنقل بحضرتك بقى نقله تانية. اتفضل. احنا في الموسيقى ما عندناش نوت مؤدبه ونوت قله الادب. تمام، فشيل الموسيقى من الموضوع. اشيل الموسيقى، لكن الكلام يبقى كلام كويس، يبقى كلام بذيء. وحابب تكلمني ولا ايه؟ يعني هي المشكلة في الكلمات يا أستاذ هاني؟ إذا كانوا قدموا للمصنفات الفنية الكلام وقالوا لهم لا مانع من التلحين والنشر والتوزيع، يبقى العاقب الموظف اللي سمح هاتي بوسع بيت أديك في الحتة تفحر، أديك في الأرض تنحر والكلام ده، كويس؟ لكن لو ما ودوهاش دي جريمة يعاقب عليها القانون. إذا نشر أي حاجة، شعر، ديوان، أغنية، فيلم، مسرحية، أي حد ينشر حاجة دون موافقة الرقابة على المصنفات الفنية، سجن وغرامة. سمعت حضرتك عن حد سجن؟ تمام. اسجنه الأول وبعدين امنعه، أو امنعه بس الأول تحط مواصفات المنع. ممكن حضرتك بس يا استاذ هاني تتحرك بس، لان الشبكه عند حضرتك مش بتشوشر شويه. طب ما دام الشبكه بتشوش بقى خلاص سيبكم مني، شوفوا رايح. لا يا فندم، لا انا عايز اسمع حضرتك يا فندم. سامعني يا استاذ هاني؟ يبدو ان الاتصال اتقطع بالاستاذ هاني شنوده، وهو قبل الاتصال ما يقطع اتكلم في ثلاث نقاط مهمة وخطيرة. ان احنا ما عندناش نوتة مؤدبة ونوتة مش مؤدبة، احنا عندنا الكلمات، وده اللي انا اتكلمت فيه، ان ما فيش رقابة على الكلمات، ما فيش رقابة على المحتوى، ما فيش انا ما عنديش مشكلة مع الميوزك خالص، لان هو فعلا برضو قال، بما انه هو راجل موسيقي وراجل اكاديمي وراجل لا غبار عليه، استاذ هاني شنودة يعني من القامات الموسيقية في العالم كله، مش هنقول في مصر وبس. هو بيتكلم في الكلمات، في المحتوى اللي أنا بتكلم عليه، كلمات ما أنزل الله بها من سلطان، هبد وكلام بذيء وكلام خادش. ده مش خادش، ده مقطع الحياء نفسه. فالكلام ده بيتعرض على مين؟ يا أستاذ، يا مغني، يا اللي أنت بتدعي أن أنت مغني،
سواء بقى كنت حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا اي كلام، الكلام ده انت بتقدمه لمين؟ طب النقابه ما بتحطش ليه قانون ان الكلام ده يتعرض عليها الاول قبل ما يتم اعتماده او بيتم تلحينه، او انت قبل ما تبدا بالاغنيه انت في حد بيقول لك يعني الناس دي حد قال لها ان الكلام ده يتقدم؟ انا مش عارف. هو برضو الاستاذ هاني قال نقطه انا ما عنديش خلفيه واتمنى ان حد يتواصل معانا يوضح لنا الكلام ده من النقابه. المطربين او المؤديين اللي بيغنوا مهرجانات الكلام ده بيتعرض على النقابه؟ بيتعرض على المصنفات؟ بيتعرض. رجعنا تاني للاستاذ الكبير الملحن الكبير الموزع الموسيقي دكتور هاني شنوده. رجع الاتصال تاني مع الاستاذ هاني. يا اهلا وسهلا. معلش يا فندم. واحد احنا عندنا عقبتين، العقبة الأولى إن مين اللي هيحط مواصفات، هل دي أغنية مهرجانات ولا دي راب ولا راب ودخل على المهرجانات ولا المهرجانات ودخل على الراب ولا إيه القصة؟ لأن مش كل الناس فاهمة إيه هو الموضوع. تمام. لكن خلينا نتكلم في الكلام الأول، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك ما عندناش في الموسيقى نوت يعني مؤدبة ونوت قليلة الأدب. تمام. فنستبعد بقى الإيقاعات والموسيقى يعملوا اللي يعملوه. ولا هو قصده الناس اللي بتغني بالأوتو تيون ويطلع صوتهم رفيع كده، ولا إيه القصد؟ اتنين، أي حاجة راحت المصنفات وصرحوا بيها يتعاقب الموظف اللي سمح بيها. تمام. ولو ما ودوهاش القانون المصري بيقول أي حد يعمل أغنية بره المصنفات وما يوديهاش للرقابة يتسجن ويدفع غرامة. سمعت حضرتك عن حد اتسجن؟ لا. طيب ما لما لا، والمهرجانات دي بقالها 20 سنة، ايه اللي صحها؟ ما هو يا فندم الناس دي، ما ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه مع الاستاذ عزيز الشافعي. المطربين ولا المؤدين دول يا استاذ هاني بيرفعوا على اليوتيوب، هما مش بيقدموا للمصنفات. ما انا لسه كنت بتكلم في لما الهوا رجع لحضرتك تاني، الناس دي فين؟ كلام استاذ هاني شنوده بيقول ان لازم المصنفات تبقى مقنن او هي المشرع او هي الحكم في الموضوع ده. الناس دي يا استاذ هاني لو حضرتك تعرف بتعمل التراك وبترفعه على اليوتيوب ويلا بينا نعمل مهرجان، وان فرحانين ان هم بال10 مليون وبال50 مليون لايك او فيور. عندك أنا خلفيه حضرتك؟ بغيره من طريقه كلام بيعمل له 10 مليون هو ده السبب؟ يعني لو ما كانوش عملوا ال 10 مليون دي معلش نسامحهم؟ لا طبعا. طيب ابعد بقى الحاجات اللي هي ملهاش معنى، لان انا بكلمك في صلب الموضوع اللي ما حدش تاني هيكلمك فيه. تمام. اللي هو ايه؟ اسمعني بس بالهداوه. انت عايز تقول لي ان شرطه المصنفات شرطه حط تحتها ثلاث خطوط ما يقدروش يجيبوا اي واحد لان هم بيجيبوا العناوين بتاعتهم عشان تتخش لهم. فانت اذا كنت بتعرف تخش لهم ترويجا تقدر تجيبهم من قفاهم وتسجنهم لان ده مخالف للقانون. هتقول لي بقى مش مخالف؟ لا مخالف. هتقول لي ما عندناش شرطه مصنفات؟ لا عندنا. تعمل ايه يا هاني؟ انا ماليش دعوه. شكرا. تمام. استاذ هاني شنوده الموسيقار الكبير والموزع الموسيقي الجميل، شرفنا بمداخلة حضرتك وكلام حضرتك خطير. كلام حضرتك أنا عن نفسي أول مرة أسمعه. شرطة اللي حطينا تحتها أكتر من خط، أنا هو حافظ كلام حضرتك، اللي حطينا تحتها أكتر من خط شرطة المصنفات. هي فين شرطة المصنفات اللي المفروض بتراقب وبتحاسب على المحتوى؟ انا برضو ما عنديش مشكلة مع الميوزك، تضامنا يعني مع كلام استاذ هاني شنودة، انا ما عنديش مشكلة مع الميوزك لان الراب والبوب والهيب هوب الحاجات اللي هي اصلا غربية ما عنديش مشكلة ان هي تدخل في مجتمعنا المصري. بس الكلمات اللي هي بيعاقب عليها القانون، هرجع واقول تاني الكلمات. احنا مشكلتنا مع مطربين او مؤدين، انا مش عايز اقول عليهم مطربين للمرة التانية، ان هم مؤديين للمهرجانات. معانا مداخلة من الفنانة والإعلامية أسرار الجمال. أهلا وسهلا يا أستاذة أسرار.
اهلا بيك غالب، ازاي صحتك؟ اهلا وسهلا. مبروك على البرنامج بتاعك يا حقيقي، بجد برنامج هايل برضه وليه توجه الله طبعا. يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك يا استاذه اسرار. ربنا وبما يخليك. صفه حضرتك فنانه واعلاميه وبتقدمي محتوى، ايه راي طبعا حضرتك في موضوع المهرجانات وقرار النقيب الفنان هاني شاكر مع منعهم؟ لان برضه في توجهات تانية دلوقتي طبعا ضد في مع الاستاذ وضد، هاني، طبعا في مع اكيد وفي اكيد ضد. انا طبعا. بتكلم بقى بان حضرتك واحده من اللي بيسمعوا الكلام ده، مش هقول ان حضرتك كاعلاميه او عضوه في اي مؤسسه موسيقيه. تمام. حضرتك ايه رايك في الموضوع ده يا فندم؟ والله طبعا انا حاسه طبعا يعني التوجه بالنسبه للمهرجانات، طبعا هم سابوها التوغل وسط شبابنا وبس، يعني اصبحت جرثومه، اصبحت جرثومه. ليه؟ لان اولا العمل مش ما فيش كلمه يعني تبشر بالخير، كل الكلام اللي قرف. بيتقال بذيء وحاجات بلطجه بتحرض على البلطجه وعلى الاسفاف وعلى الغريزه وحاجات الكلمه يعني بالنسبه تواجه الشعب او تواجه فكر شباب ويطلع تودي في شباب داهية. بلطجة. طبعا مشكله كبيره يعني فعلا، انت بتهدم ثقافه وبتهدم احترام مصر طول عمرها، هي الحضارات هي طول عمرها يعني علمت الناس الحضاره والثقافه والفن. احنا نتدهور من الحل وتبقى حرب علينا على شبابنا بالطريقه دي، واحنا نتوجه بالبلطجه ويكون رموز الفن عندنا عالم يعني مجموعه منهم جهلاء، ولا بالكلمه ولا باللحن. الالحان اوكي، الريتم الناس عجبهم خلاص الريتم لان بقى في دماغهم، لكن في ناس كتير مش فاهمه الكلمه. ممكن يعني ناس بترقص في الافراح وعايز تفرح، اوكي الريتم اللي عجبهم، لكن الكلمه تسمع الكلام اللي بيتقال والتوجه لشبابنا واصوات لا تستحق اصلا انها تكون تتحط في الساحه الغنائيه، لا صعب جدا. لازم القرار ده كان اتاخد من زمان، مش من دلوقتي، مش من دلوقتي كمان. انا كمان بلوم النقابه طبعا، بشكر سياده النقيب ان اخذ القرار ده حاسما حاليا، لكن من زمان لازم فلتره، ولازم كمان المصنفات الفنيه تنزل على حتى على اليوتيوب والاماكن والقنوات والحاجات دي كتير جدا. يعني دلوقتي اي حد في الشارع ممكن يعمل حاجه وينزلها ويجيب كومنت، بقت المشكله الكومنتات وعدد لايكات، ما بقاش كله بيرفع على اليوتيوب يا استاذه اسرار، كله ما بيرفع بقاش على في اليوتيوب. رقيب. دي اصبحت مشكله. انت عندك لسه اجيال، مصر محتاجه اجيالها تكون، احنا بنبني في البلد، لازم نبني شبابنا صح عشان تلاقي حد بيحمي الوطن ده، مش يعني تلاقي جندي قد مكانته، تلاقي طبيب مخلص في عمله. الاولاد في المدارس التابلت كمان اثر عليهم، ما بقاش عارفينهم ولا ثقافه ولا علم. فده كلام صح، فده طبعا قرار حاسم بالنسبه لي. طبعا بشكر فيه سياده النقيب وانا بايده، وبرده بقول له لازم برضو ما نظلمش كل الاصوات، في اصوات نعمل لها فلتره تانية من جديد. اوكي طبعا طبعا، وانا معاك يا استاذه اسرار في الناس اللي تضامنك. تستحق الساحه نوجهها صح ونستغل قوتها ونحطها في المنطقه، ممكن تدي رموز لشبابنا تكون ايجابيه بدل السلبيات. انا بشكرك جدا على المداخله وانا الجميله، مش بشكر عارف اطول حضرتك، عليك. انا بشكر حضرتك. لا حضرتك مداخلتك جميله وكلامك كله منطقي وكلام محترم جدا جدا جدا، متشكر جدا استاذه اسرار الجمال. معانا مداخلة أيضا، أنا بصراحة المداخلات كتير النهاردة لأنه الموضوع شائك. معانا أستاذ إبراهيم الشرقاوي، أدمن بيدج الجروب الرسمي لحملة خليها تنضف ضد محمد رمضان. أستاذ إبراهيم الشرقاوي. أيوة يا فندم، أهلا وسهلا محمد. أهلا وسهلا بيك يا فندم، منورنا في البرنامج. ربنا يخليك. هو اسم البيدج بس بصراحة يعني لفتني، بيدج خليها تنضف دي موجهة. هو احنا الـ الهدف الاساسي من التسميه ان احنا بنتمنى ان احنا نرجع بمستوى الفن لزمن الفن الجميل. فعشان كده قلنا عايزين ننضف يا جماعه ونرجع للفن الراقي، للفن المحترم. مش عايزين الفن اللي بيهدم، عايزين الفن اللي بيبني، عايزين الفن اللي يربي اجيال زي الفن القديم. فكان التسميه ان احنا عايزينها تنضف. ولادنا بيدخلوا في مراحل إحباط خطيرة جدا، لأن لما الولد يشوف حد فجأة بقى مليونير من الهوى، مفيش قدرات، مفيش إمكانيات، مفيش مؤهلات، يقول يعني أنا هتعلم ليه؟ إيه اللي يخليني أتعلم وأتعب وأجري وأشقى؟ صح. فهو كان الهدف إن إحنا عايزين ننضف عشان ولادنا وعشان البلد. صح. ده بالنسبة لمحمد رمضان. طب هل القرار شمل محمد رمضان يا استاذ ابراهيم؟ هو حضرتك احنا بنتكلم عن مرحله،
المرحلة ديت الرمز بتاعها محمد رمضان. تمام. لكن المرحلة تشمل جميع أنواع الفن الهابط، بما فيها المهرجانات، بما فيها الإسفاف في المسلسلات، بما فيها الحوارات اللي هي الوضيعة جدا في الأفلام. احنا عايزين تفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية، عايزين تفعيل دور نقابة المهن التمثيلية، تفعيل دور نقابة المهن الموسيقية. عايزين يا جماعة فن، لما اقعد مع اولادي ما بقاش خجلان ان ممكن يجي منظر او حوار اتكسف ابص في عين بنتي. عايزين الفن بتاع فيلم الممر اللي مصر صح كلها صح روحها المعنوية ارتفعت لما اتفرجت عليه. عندنا الامكانيات وعندنا الفنانين، عندنا كل ليه حاجة، ما نفعلش ده؟ عندنا ليه ما كل نفعلش حاجة. ده؟ ليه ما نفعلش ده ويبقى عندنا الفن؟ عايزين سيسيليا، عايزين المال والبنون، صح، عايزين يا جماعه حتى عايزين فتوات ماشي، عايزين الفتوه سليمان الناجي بالنبوت بتاعه اللي كان بيترفع في وش الظلم، بس اللي ما كانش بيوافق على الغلط. طبعا طبعا. كلام حضرتك كله يا استاذ ابراهيم، يعني انا اتمنى ان يبقى في رقابه اكتر من كده من المصنفات، وان الناس تخلي بالها من اليوتيوب، ان كل حاجه دلوقتي بتترفع هوا على اليوتيوب. استاذ ابراهيم الشرقاوي، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك الجميله في البرنامج. انا بقى عاوز اتكلم قبل ما يجي لنا مداخله تاني، جات لنا مداخلة تاني. أستاذة إسراء البواردي، رئيس قسم الفن بجريدة نبض الدقهلية. أهلا وسهلا يا أستاذة إسراء. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أستاذة إسراء، رئيس قسم الفن بجريدة نبض الدقهلية، الخبر او الموضوع بتاعنا النهارده كان له نصيب معاكي في الجريده ولا مر مرور الكرام زي ما في جرايد وقنوات تجاهلت او تعاطفت مع الموضوع؟ لا طبعا، احنا كان لينا مداخله في الموضوع ده واتكلمنا عليه اكتر من مره في كذا تقرير. وطبعا احنا مش ضد او مع القرار، ولكن احنا محايدين للقرار وقف المهرجانات، لان طبعا احنا بنشوف ان المهرجانات عبارة عن سلاح ذو حدين. وطبعا النقطة الاولى اللي احنا بنتكلم فيها ان هي طبعا ان كل جيل بيختلف ذوقه عن الجيل الثاني، زائد ان طبعا احنا بنشوف ان المهرجانات فيها فعلا الفاظ خارجه لا تليق بالقيم والاخلاقيات. يبقى كده سلاح ذو حد واحد يا استاذه اسراء، ملوش حدين. انا مش شايف ان المحتوى المبتذل ده له جانب ايجابي. مسلاح ذو حدين يعني جانب ايجابي وجانب سلبي. انا شايف ان القرف ده ملوش اي جانب ايجابي، يعني ولا حتى المزيكا بتاعته تستهوي او تسمع او تطرب زي ما بيقولوا يعني. اتفضلي معاك يا فندم. انا مع حضرتك، بس انا رايي ان هو احنا بنبصش من وجهه نظر ان في حد، احنا بنتكلم في نقطه ان في ناس ده شغلها، يعني هي فاتحه بيتها من الشغل ده، بدايه حياتها المهنيه كانت في النقطه ديت، فاعتمدها كله او دخلها كله على النقطه المعينه دي. دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ولكن احنا متفقين ان فيها الفاظ خارجه ما بتلاقش بالمبادئ والقيم الاخلاقيه بتاعت مجتمعنا. تمام. ولكن وبرضو احنا متفقين، خلينا متفقين ان كل جيل ليه ذوقه في سماع الاغاني بيختلف عن الباقي. زائد النقطه اللي احنا المفروض ننوه ليها ان في حفلات اسعار التيكت بتاعها بتبقى غاليه جدا على الشباب اللي بتبقى حابه ان هي تحضر في الحفلات للنجوم الكبار، فبيستسهلوا او بمعنى اصح بالنسبه لهم متوفر اسعار التيكت بتاعه نجوم المهرجانات بمعنى اوضح، فبالنسبه لهم بيبقى الموضوع اسهل ومحدود بمعنى اصح. تمام. ومحبوب ليهم لان الحاجه متوفره مش غاليه عليهم. شكرا جزيلا يا استاذه اسراء، بنشكرك على مداخله حضرتك الجميله. وهعقب على كلام حضرتك دلوقتي. الأستاذة إسراء كانت بتقول إن الناس دي أكل عيشهم. لا، تعال أقول لحضرتك ده مش أكل عيش. هو مش الغنى
والطرقعه في ودان الناس مهنة من ليس له مهنة. احنا ما معناش ناس امتحنت وتجتازت اختبارات اللياقة الموسيقية في النقابة. لا حضرتك، انا مش مسؤول ان انت بتغني من بره، فانا كده محدش يقول لي ده اكل عيشهم. لا يا حبيبي، ده مش اكل عيش، ده مش اكل عيش، ده الكلام ده ما مش مظبوط، وهرجع اتكلم فيه تاني. بس هاخد مداخله من الاستاذ حسن في المنصوره. اهلا وسهلا يا استاذ حسن. اهلا بحضرتك يا استاذ، منورنا. يا ربنا يخليك. ايه راي حضرتك بقى في الموضوع ده؟ مبدئيا انا شايف ان صيغه السؤال المفروض تتغير، يعني المفروض حضرتك ما تقولش هل انت مؤيد، يعني المفروض حضرتك تقول هل انت مؤيد ام مؤيد جدا، يعني هل انت موافق ام موافق جدا، يعني الله. هل انت مع استمرار هذا العبث والتفه والاسفاف ام ضده؟ يعني احنا لا يمكن ان احنا نتحجج بان الموضوع ده او انه هذا النوع له جماهير ومريد، يعني الامور يعني لا يمكن ان تؤخذ على هذا النحو. ففي فئه مثلا ليست بالقليله جدا في المجتمع تتمنى انه يتم مثلا السماح بترويج المخدرات، كمان فئه ليست بالقليله في المجتمع تتمنى مثلا انه ما يبقاش في حاجه اسمها سرعات على الطرق. المعيار الحقيقي والعادل والمقبول بمثل هذه الامور يجب ان يكون هو الذوق العام وثقافه المجتمع والاداب العام. هل هذا النوع من الضجيج والعبث يتماشى مع اسس مجتمعنا ام انه يفسدها ويدمرها؟ طبعا يعني مفيش اجابه ثانيه للسؤال، لا هو بيفسدها ويدمر، لذا يجب التعامل معه على انه يعني انه سرطان ووباء بينخر في اسس المجتمع، يعني يجب انه يتم التعامل معه زي يعني زي ما نتعامل مع الارهاب، زي ما نتعامل مع ترويج ده المخدرات. اصعب من الارهاب واصعب من المخدرات يا استاذ حسن. ما هو ارهاب، يعني هو ارهاب، يعني فيفترض ان احنا نتعامل معاه كما يتم التعامل مع الارهاب ومع ترويج المخدرات ومع تجاره الاعضاء، يعني وما بنفترضش برضو ان احنا نعول كثيرا على انه المجتمع يعني هو اللي هيحارب الظواهر دي على اساس ان المجتمعات الاصيله مثلا بتلفظ هذه الظواهر مع الوقت، لانه يعني المساله مش لانه انتوا في مؤثرات كتير جدا، يعني في مؤثرات المنتجين والمنتفعين من هذه الاغنيات بيبذلوا كل جهدهم قصارى جهدهم علشان يعني يوصلوا النوعيه دي من الاغاني لاكبر فئه من المجتمع وبيحصروك بيها، لدرجه ان انت بتوصل في وقت من الاوقات انك تشعر ان انت الوحيد اللي مش حابب القصه دي، وكان دي المشكله فيك، كانك انت اللي شاذ في المجتمع كله، كان انت المشكله فيك انت. يعني انت احيانا بتصلك هذه الفكره، بتوصل ساعات. يعني وانا هقول برضه لحضرتك انه مثلا المجتمع اللي تعامل مع اغاني عدويه في البدايه على انها مثلا اسفاف وخروج عن الذوق العام هو نفس المجتمع اللي دلوقتي بينظر لاغاني عدويه طبعا مع الفارق صح انها نوع من الفن الزمن الجميل لما بيشوف التدهور لما بيشوف التدهور. فاحنا ما ينفعش ان احنا نعول على المجتمع ان هو اللي يلفظ هذه الظواهر، لا لازم يبقى في يعني ايه لازم يبقى في اجراءات رسميه. يعني برضو انا مش عارف النوع اللي بيقدمه محمد رمضان كذلك. كلام محترم جدا يا استاذ حسن، ومداخلة حضرتك جميلة جدا. أنا بشكر حضرتك على كلام حضرتك الجميل المحترم ووجهة نظرك اللي هي الصح، أنا شايف كده برضو. معانا مداخلة تليفونية من المطرب رأفت يسري، أحد مؤسسي الفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا، ومغني أيضا بفرقة الليل والموال بالأوبرا، أستاذ رأفت. صباح الخير. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ رأفت، منورنا. الله يخليك. هو قائد فرقة الليل والموال. قائد فرقة الليل والموال، تمام. ومطرب الأغاني العربية في أمريكا وكندا. عذرا يا استاذ رأفت. لا مفيش مشكلة، لا عادي. بصراحة احنا بنتكلم في موضوع اتفتح بطريقة الصدفة البحثة، ان ربنا أراد ان الموضوع ده يتفتح. تمام. الأستاذ هاني شاكر قعد مع المطربين اللي هم غنوا الأغنية اللي كانت فيها عمر كمال وحسن شاكوش. وقال لهم الأغنية دي فيها كلمة كذا وكذا تشيلوها لو عايزين تغنوها، قالوا له حاضر، وراحوا مشايلينها. مش هقدر أقولها والله. نعم. لا على الجملة، مصرين إن أنا أقول الجملة مش هقولها. أنا بتكلم أهو بقول كلمتين. فراحوا مشايلينها وسجلوا أغنية نفس الأغنية بكلام جديد. لما جم الحفلة
ده هم بقى اللي بيقولوا بقى لما جم الحفله غنوا الاغنيه بنفس الكلمتين، وطبعا ان الاغنيه دي قله ادب يا استاذ رأفت. انت احنا خلينا الموقف نفسه كده على هذا على العالم، هم استغفلوا مع احترامي الشديد يعني هم استخفوا بالاتفاق اللي اتفقوه مع الاستاذ هاني شاكر، ودي قله ادب. حتى لو ما كانوش استخفوا عشان هم بيقولوا عملنا نسختين وكان عندنا شغل كتير فما عرفناش، فالنسخه دي اللي نزلت وات ايفر يعني، فربنا اراد كده، ربنا اراد كده عشان نقرا الكلام المكتوب مش المتغني بقى، الكلام المكتوب في الحاجات اللي بيقولها حمو بيكا، الحاجات اللي بيقولها حمو بيكا، الحاجات اللي بيقولها عن الام وعن الاخت وعن 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 وعن، انا منزل الحاجات دي على الصفحه بتاعتي، كل الناس شافتها، كل الناس شافت ده له الجبين، لا ليس له اي علاقه بكلمه فن او كلمه غنى او كلمه شعر او اي حاجه خالص، له علاقه بكلبشات في ايديك وتقعد تستنى المحاكمه بتاعتك. تمام يا استاذ رأفت، بشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله، و انا مش عارف اقول ايه، انا بجد لساني بيعجز عن حد يقول لي لا انا ضد. انت ضد ايه؟ انت ضد ايه حضرتك؟ ضد ايه؟ ضد ان قله الادب تختفي؟ ضد ان واحد انا عايز اتكلم بس كده، ان في كلمتين مضايقني وانا دي شفته بعيني، ما حدش قال لي يعني. الناس دي معظم الناس في اللي بتغني المهرجانات سوابق، سوابق الناس دي، في ناس، والجميل في الموضوع وانا شايف ان هو مش جميل، الخيبه والوكسه لما الاقي زميل اعلامي بيستضيفه بقى ويقول له احكي لنا عن مشوارك، فانا مش فاهم. معانا مداخله من الاستاذ الفنان الكبير حلمي عبد الباقي، عضو نقابه المهن الموسيقيه. اهلا وسهلا يا نجم. مساء صباح الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فنان يا جميل. عامل ايه؟ الحمد لله، وسعيد جدا بمداخلة حضرتك، وانا من اشد المحبين لاغاني حضرتك الجميلة من زمان. ربنا يخليك، سلام لي. اهلا وسهلا. ايه رأي حضرتك، وبما انك حضرتك عضو عامل بالنقابة الموسيقية يعني اكيد حضرتك معه، بس عايز برضو اعرف رأي حضرتك الشخصي، مش هنقول بقى كموسيقي او كمغني. تمام. كمواطن. تمام. كمواطن. طيب انا شخصيا كنت هقول لحضرتك كده، انا مش هتكلم مش هتكلم كفنان ومش هتكلم كعضو في مجلس ادارة النقابة ولا اي حاجة، انا هتكلم كمواطن عادي، انسان عادي، كمواطن زي اي مواطن، اي حد قاعد في البيت بيسمع الكلام المبتذل ده. تمام. تمام يا فندم. انا بقول لحضرتك ناس كتير قوي اختزلت الموضوع في كلمه خمور وحشيش، وانا كنت قبل كده في برنامج طلع ناقد محترم يدافع يقول لك طب لما هو خمور وحشيش عيب، ليه عبد الحليم حافظ طلع لما حبيبته سابته راح يشرب ويسكر؟ هو احنا خلاص بقينا سذج بالطريقه دي يعني ده تمثيل؟ ايه علاقه التمثيل بالغنى؟ لا، ما هو عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو بقى في انفلات اخلاقي في البلد، لا يجب ان يبقى في وقفه. اللي حصل في الامارات، في ماتش الامارات، اللي حصل في دلوقتي في موضوع المهرجانات، لما الاقي كلام بيوحي بكل ايحاءات البذاءة والفاحشه وبيحض عقيله وبيسب الامهات وبيسب البنات الاخوات البنات وبيسب كل حاجه، ويرجع الناس تقول لك طب ما تسيبوهم ياكلوا عيش، تاكل عيش على حساب اولادي، على حساب جيلي. لا طبعا، لا كامله، علشان لا، لازم يبقى في عقاب، وعقاب رادع لكل من يخالف قوانين الدوله، على الاقل قوانين الدوله. احنا خلاص يا دكتور، احنا وصلنا لمرحله يعني ما ينفعش التساهل
والتسامح بحجه اكل العيش. طب برضو عايز اسال حضرتك يا استاذ حلمي، بما ان حضرتك عضو بالنقابه، النقطة اللي برضو قالها قبل كده الأستاذ الكبير هاني شنودة، قال إن الناس دي ما بتقدمش كلامها للمصنفات ولا للنقيب أو أعضاء النقابة في المهن الموسيقية، هل الكلام ده مظبوط؟ يعني أنا كواحد من اللي بيعملوا المهرجانات هروح أقدم في المصنفات؟ أنا أمك صاحبتي وخالتك بترقص على مطوتي، انا هعمل كده؟ يعني كلام هو هيقدر يعمل كده؟ هيقدر يودي اغنيه فيها زنا المحارم؟ ده احنا خلاص، احنا خلاص وصلنا لمرحله يعني اسفاف ايه؟ ده مش اسفاف، ده دي حاجه جريمه يعاقب عليها القانون. اتمنى يا دكتور احنا لازم نصحى ونفوق، والناس اللي بتدافع بدون وجه حق وبسبب تصفية حسابات وبسبب حاجات شخصية أو مصالح شخصية، لا كفاية بقى. إلى جانب بقى كفاية كلام في الموضوع، لأن الموضوع خد أكبر من حجمه كتير جدا، وعايزين نبص ما هو جميل. إحنا يا دكتور الإعلام علمنا الجليل اللي خد اللي ماشي عشان الناس تتبرع لمرضى السرطان او مرضى القلب، دكتور مجدي يعقوب، طبعا ربنا يديله الصحه. دكتور مجدي يعقوب يعني الاعلام ساب الدنيا خالص وما بقاش اتكلمت فيها والله يا استاذ حلمي في اول الحلقه، لو متابعنا يعني من اول الحلقه ده اول خبر فتحت بيه، قلت الناس بتتكلم على الاهلي والزمالك وقله الادب السوري يعني اللي حصلت بعد الماتش. لا ما فيش سوري بقى يا دكتور، احنا خلاص ما بقاش فيه سوري. الغسيل الغير يعني الغسيل الوسخ اللي اتنشر في الامارات، وسايبين الراجل اللي يعني ربنا يبارك له اللي هو ملاك، وانا ما بجادل يعني ما ببالغش لما بقول انه ملاك على الارض، دكتور مجدي يعقوب. يعني طبعا لازم الاعلام يا دكتور، لازم كل اعلامي محترم لازم يدافع من جواه على اي حاجه مسيئه واي حاجه مسفه. احنا خلاص بقينا في دوله اللا قانون. احنا يعني انا بطالب حضرتك يا استاذ حلمي، ونتمنى ان حضرتك تشرفني في حلقه نتكلم فيها باستفاضه عن الموضوع ده، لان الوقت الحلقه اقل من ان احنا نتكلم في موضوع كبير زي كده ونستفيد. شكرا جزيلا لمكالمة حضرتك يا أستاذ حلمي. أنا برضو عاوز أتكلم وأكمل النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها، إن الناس دي ما طلعتش لوحدها، الإعلام برضو ليه دور إنه يرسخ عند الناس الكلام والحاجات اللي هم بيعملوها. الإعلام اللي بيستضيفهم ويقول لك احنا هنقعد ده مع الملحن الكبير كذا ونعمل مناظره ما بينهم وتوكشو، انت كده مش بتعمل رساله، انت كده بتقدم حاجه مش تمام. وللاسف الحلقه بتاعتنا خلصت معاكم بسرعه، وهتوحشوني لحد ما نتقابل السبت اللي جاي. الموضوع لسه مازال مطروح برضو على السوشيال ميديا، انتوا اللي هتقرروا تسمعوا تاني ولا لا الكلام ده كله. وفي النهاية بحب اشكركم على متابعتكم، هتوحشوني لحد ما نتقابل السبت اللي جاي، استنونا.